بسم الله الرحمن الرحيم. حصة الأحياء لطلبة الصف العاشر اليوم إن شاء الله تعالى يا عاشر رح نكمل عن الجماعات الحيوية. تعرفنا في الحصة السابقة إلى نماذج نمو الجماعة الحيوية اللي هو النمو الأسي اللي بيكون على شكل حرف جي، والنمو اللوجستي اللي بيكون على شكل حرف أس. اليوم رح نتعرف على منحنيات البقاء. تعرف منحنيات البقاء يا عاشر بعدد أفراد النوع الواحد الباقين من عدد المواليد بمرور الزمن، يعني قديش بيظل عندنا أفراد من المواليد بعد مرور فترة زمنية. الآن منحنيات البقاء ثلاثة أنواع. نلاحظ من هذا الشكل أن النوع الأول هو نوع مستوى منخفض من عدد أفراد الجماعة، يعني عدد أفراد الجماعة بيكون فيه قليل جدا. تستمر صغار الحيوانات في هذه المنحنى فترة زمنية طويلة زي الإنسان. الإنسان يمثل من النوع الأول اللي هو مستوى منخفض من عدد أفراد الجماعة. أيضا الثدييات كبيرة الحجم مثل الفيلة، النمور، الأسود، الحمر الوحشية، الثدييات الراقية، هذه الثدييات تمثل النوع الأول حيث تحتني الآباء بالأبناء. النوع الثاني بكون فيه معدل بقاء أفراد المجموعة على قيد الحياة ومعدل موتهم متساوي في جميع مراحل الحياة، يعني في أي لحظة ممكن ينولد صغير لهذه الحيوانات وفي نفس اللحظة يموت صغير لحيوانات آخر، فبصير عندنا معدل متساوي. من الأمثلة عليها الطيور، الزواحف، والثدييات صغيرة الحجم. النوع الثالث بكون معدل الولادات والوفيات للمواليد مرتفع جدا مثل اللافقاريات والأسماك والبرمائيات والنباتات التي تضع عدد كبير مثلا البرمائيات والأسماك من البيوض. هذه البيوض تفقس لإنتاج عدد كبير من الأفراد، ولكن في نفس الوقت هذه الأفراد التي فقست ممكن تتعرض لافتراس وبالتالي ما توصل جميعها وتبقى على قيد الحياة، يعني ما توصل مثلا كلها للبحر فتموت قبل وصولها إلى البحر مثل البرمائيات. تمام؟ فهذا معدل بتكون فيه الولادات والوفيات مرتفع جدا. ننتقل الآن إلى ما يعرف بالتعاقب البيئي. طبعا مر معنا يا عاشر إنه المجتمع الحيوي هي عبارة عن جماعة حيوية تعيش في نظام بيئي نفسه. إذا لما تعيش الحيوانات من النوع نفسه في نفس النظام البيئي هذا نسميه مجتمع حيوي. المجتمع الحيوي هو كل جماعة حيوية تعيش في النظام البيئي نفسه. الآن سلسلة التغيرات الحيوية التي تجدد مجتمع حيوي متضرر في منطقة ما يسمى التعاقب. إذا التعاقب هي التغيرات الحيوية التي تجدد مجتمع أصيب بضرر، قد يكون هذا الضرر حرائق، فيضانات، جفاف إلى آخره. فكما نلاحظ في هذه الصورة جزر هاواي قديما وحديثا. ففي هذه الصورة يوضح ما حدث في جزر الهاواي قبل أكثر من 70 مليون سنة حيث ثارت البراكين في وسط المحيط الهادئ. بدأت الصخور البركانية الجرداء الموجودة في هذه الجزر تتكسر وتتحول إلى تربة. عندما تحولت إلى تربة كونت مكان مناسب لنمو النباتات، فنشأت أنظمة بيئية مع مرور الوقت كانت بيئية استوائية فريدة، لكن هذا التعاقب استمر فترة زمنية طويلة. يقسم التعاقب إلى نوعين، أولي وثانوي. التعاقب الأولي هو ظهور نظام بيئي في منطقة لم تكن مأهولة فيما مضى، يعني أصلا منطقة زي جزر الهاواي كانت في البداية ما فيها أي نوع من أنواع الحياة ثم ظهرت فيها هذه الحياة، هذا بنسميه تعاقب أولي. أول الكائنات الحية التي تظهر في هذه المنطقة الغير مأهولة بنسميها أنواع رائدة. من أمثل عليها الأشنات والطحالب.
حيث تعمل كما نلاحظ في هذا الشكل كيف تتم التعاقب الأولي. بكون في عندي منطقة جرداء فيها فقط صخور، هذه الصخور تتفتت وتشكل بيئة مناسبة إلى تكون التربة. في التربة بتنمو الأشنات والحزازيات، ومع مرور الوقت هذه تعمل الرياح على نقل الأشنات من مكان إلى آخر حتى تصل لهذه المنطقة. الآن لما تنمو الأشنات والطحالب تؤدي إلى تفتيت الصخور وتكون التربة. فبنفس الطريقة تعمل الرياح على نقل بعض بذور النباتات وأيضا الحيوانات، ممكن تنقلها مثل الطيور. فنقل هذه بيؤدي إلى نمو شجيرات صغيرة مع الأشنات. بمرور الوقت تتحول هذه الشجيرات إلى أعشاب وأشجار معمرة، فبوفر موطن لعدد من الحيوانات التي تتكاثر فيما بعد. ثم تتجذر الأشجار الصغيرة لتتحول إلى أشجار كبيرة، وبصير في عندنا حيوانات متنوعة، وبالتالي بصير في عندنا تعاقب أولي. في النوع الثاني وهو النوع الذي يسمى التعاقب البيئي، هذا بيكون أصلاً في عندنا بيئة مأهولة في الوضع الطبيعي، لكن هذه البيئة تعرضت إلى اضطراب بيئي مثل حرائق، أعاصير، جفاف، كلها تؤدي إلى تدمير النظام البيئي الذي كان موجود. الآن هذا الاضطراب زي ما حكينا أدى إلى تدمير المجتمع الحيوي، فبتم إعادة إنشاء نظام بيئي جديد في التربة اللي أصلاً كانت موجودة. فبتبدأ النباتات والكائنات الحية التي كانت وما زالت على قيد الحياة بالنمو مجدداً. هون ما بصير في عندنا تعاقب، يعني خلاص هي نفس الكائنات اللي ظل فيها حياة بترجع تنمو من جديد. إذا ضروري إنه نتعرف إنه التعاقب الثانوي لا يوجد حد له، ولا تظهر فيه كائنات حية جديدة، خلاص بيرجع ينمو مرة أخرى. إذا بتم إعادة إنشاء النظام في المنطقة التي تعرضت إلى الدمار من الكائنات الحية القديمة التي نمت من جديد. الاضطرابات الصغيرة ممكن يصير عندنا اضطرابات صغيرة مش زي الحرائق والأعاصير، هذه الاضطرابات الصغيرة مثل لما تسقط شجرة بتؤدي إلى تعاقب بيئي ثانوي، فيحل مجتمع حيوي جديد بشكل أسرع من التعاقب الأولي. إذا التعاقب الأولي تعاقب بطيء يحتاج إلى فترات زمنية طويلة، أما التعاقب الثانوي فهو تعاقب سريع بشكل أسرع من التعاقب الأولي. هيك بنكون تعرفنا إلى التعاقب، يعطيكم العافية.